بيان هام للجمهور. نظراً للتطورات الأخيرة التي آلت إليها البلاد حول مستجدات انتشار فيروس الكورونا، يعلن المجلس المحلي يافة الناصرة عن تشكيل هيئة طوارئ بلدية لمكافحة وباء الكورونا، وذلك لمواجهة تداعيات الفيروس وتقديم الدعم الكامل لأهالي يافة الناصرة على اختلاف شرائحهم. تضم الهيئة ممثلين عن إدارة المجلس المحلي، أقسام المجلس، المدارس، ممثلين عن لجنة الأهالي المحلية، المركز الجماهيري، ومهنيين مختصين في المجال. هذا وقد انبثقت عن الهيئة 3 لجان مهنية في مجالات الصحة، الخدمة النفسية الاجتماعية، والتربية والتعليم. هذه اللجان ستقدم خدماتها المختلفة للجمهور اليافوي حسب مقتضيات الساعة. المجلس المحلي يدعو جميع أهالينا في يافة الناصرة مواكبة بيانات هيئة الطوارئ والالتزام بتعليماتها لما في ذلك مصلحة للجميع، بتوقيع ماهر خليلي رئيس المجلس المحلي. سلامتنا مسؤوليتنا.